يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه، يعني مع تطبيق الأركان والشروط، ولا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال مع الإخلال ببعض الشروط أو الأركان، ويجب أن يجتنب الشخص مبطلات هذه الواجبات، وإلا يكون داخلا تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رواه ابن حبان. يعلم من ذلك أهمية تعلم علم الدين، لأن من لم يتعلم الكفاية من هذا العلم الشريف لا يعرف ما هي الشروط وما هي الأركان وما هي المبطلات حتى يؤدي الشروط والأركان ويجتنب المبطلات. فلذلك يا أحبابنا، لا تشبعوا من تعلم علم الدين، ولا تشبعوا من حضور مجالس علم الدين. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وزادكم علما ونورا، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.